الشتاء هذا يا عزيزي خلى الشجر كلها لونها اصفر. ها امانة منظر ابداعي. لحظة خليني اصور لك. تعال يا اخي امانة. شوف حاجة ذا. ارفع ارفع ارفع. سبحان الله. شوف كيف زي الجذور كذا. امانة منظر رهيب. انا حصلتها هاي. وصلت هناك عند الصف. رهيبة. شوف حاجة طبيعية. كأني رسمة. يا جماعة هذه والكل يعني حاجة مميزة جميلة تم الحصول عليها في هذه الجبال. يا ترى ها وش في تحت؟ شوف محلها نزلت. بس انا اشوف هذه احلى من عند كل عند. قول ايش هذه؟ تحسها تأكل كذا. ايش هذه بالضبط؟ غبار. لا هذا اللي يرسم هندسه. يعني هذا ممكن يكون ماشي. طيب هذا اللي داخله ايش هو؟ اعتقد سلك. سلكات. سلكات. الله. يعني حاجه كاني حجره من كوكب اخر. ما رايك؟ والله جميله انا اشوفها. كالسيوم. سلكات الكالسيوم. نحتفظ بها طبعا ما نخليهاش. كنا ساعة تمساح. سبحان الله.